السلام عليكم وأهلا بكم. لما قلنا مصر عندها خطة تنمية ضخمة، هدفها إن مصر تكون في 2030 اقتصاد عالمي، ما كناش بنبالغ. ده حلم وهدف بتسعى مصر لتحقيقه حاليا من خلال تنمية شاملة في كل الاتجاهات. ومن أهم المجالات اللي بيحصل فيها التنمية هو مجال علوم الفضاء، عشان كده جاء القرار بإنشاء أول مدينة فضائية بمصر، وكمان تم وضع برنامج تأهيلي لإعداد أول رائد فضاء مصري. وكل دي أخبار رائعة ومبشرة بنقلة نوعية في مجال علوم الفضاء. هنشوف إزاي مصر هتقدر تستفيد من كل ده، تابعونا لآخر الفيديو. أي دولة في العالم بتسعى لنهضة وتطوير لازم يكون عندها رؤية للمستقبل وتطوير لمجال البحث العلمي، خصوصا مجال الفضاء والاستشعار عن بعد، لأن المجال ده تحديدا هو عين الدولة اللي ممكن من خلالها تكتشف الكنوز والثروات وتحقق تنمية في كل القطاعات، سواء زراعة أو صناعة أو تعدين. والاهتمام بالمجال ده مش شيء جديد، مصر هي أول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا من حيث أسبقية إطلاق أول قمر صناعي عام 98، وتلا بعد كده إطلاق مجموعة أقمار صناعية وصل عددها لسبع أقمار حتى الآن، بالإضافة لقمر صناعي جديد هيتم إطلاقه في نهاية 2021 خاص بالاستشعار عن بعد والبحث العلمي. والحقيقة طموح مصر حاليا أكبر من موضوع امتلاك أقمار صناعية، وده اللي أكده مؤخرا محمد القوسي رئيس الوكالة الفضائية المصرية، لأنه جاري الآن تنفيذ المشروع الأضخم والأهم، وهو بناء المدينة الفضائية المصرية. المدينة هتكون على مساحة 123 فدان. المدينة هتضم 23 مبنى، أهم أجزاؤه هيكون مبنى وكالة الفضاء المصرية ومبنى وكالة الفضاء الأفريقية، واللي هدفه أن مصر تكون مركز إقليمي أفريقي لتصنيع وتجميع الأقمار الصناعية، وهيكون بمشاركة خمس دول أفريقية هم السودان وكينيا وأوغندا وغانا ونيجيريا. أما الجزء الثالث فهيكون مبنى لتصميم وتطوير الأنظمة الفضائية والأقمار الصناعية، بالإضافة أن مدينة الفضاء هتضم أكاديمية للفضاء وقبة سماوية ومكتبة متخصصة في علوم الفضاء وفندق ومركز لتصنيع وتجميع الأقمار الصناعية، وده بيعتبر أهم منشأة داخل المدينة وأهم أسباب إنشائها. أما عن الوضع الإنشائي الحالي داخل المدينة الفضائية، فتم الانتهاء من مبنى مؤقت لوكالة الفضاء ومركز لتصنيع وتجميع الأقمار الصناعية، أما المقر الدائم لوكالة الفضاء فجاري الآن تنفيذه، وحتى الآن جاري العمل بشكل منتظم. ونفس الشيء بالنسبة لوكالة الفضاء الأفريقية، واللي بيتم إنشائها نتيجة ترشيح أفريقي إن يكون مقر الوكالة بمصر، وده بيؤكد إن مصر كانت وما زالت رائدة في علوم الفضاء بأفريقيا. معظم المباني الهامة هتخلص في عام 2026، واللي هي الأجزاء الرئيسية من المدينة، أما انتهاء المدينة بالكامل فهيكون في 2030. أهم المشروعات اللي بتنفذها وكالة الفضاء حاليا هو مشروع القمر الصناعي SAT-2A، وده قمر صناعي بيتم إنتاجه بالتعاون مع الصين. هيليه القمر الصناعي SAT-1، وهو قمر تجريبي هتصنعه مصر بنسبة مكون محلي هيصل ل 55%، وهيكون تصنيع تجريبي لزيادة قدرة مصر على بناء أقمار صناعية، وهيتم إطلاقه العام القادم، بالإضافة لقمر صناعي من سلسلة كيوب سات، واللي هتشارك في تصنيعه جامعة بنها، ودي هتكون أول مرة جهة جامعية مصرية هتشارك بتصنيع قمر صناعي، وهيكون إطلاقه في عام 2022، بالإضافة لقمر كيوب سات 3 واللي هيتم إطلاقه العام القادم بخبرات مصرية بالكامل، وهدفه هيكون قياس التغيرات المناخية، وده هيكون أول قمر بيتم بناؤه بالكامل دون الاستعانة بأي خبرات أجنبية. وزي ما قلنا المدينة الفضائية هيكون فيها قسم لوكالة أفريقية، والهدف من الوكالة الأفريقية هو مساعدة وتدريب عدد من الدول الأفريقية وعمل جسر للتواصل التكنولوجي مع كل أفريقيا. أما عن موضوع إعداد أول رائد فضاء مصري وصعوده للمحطة الدولية، فده موضوع مهم جدا وبيتم الإعداد ليه حاليا، لكن الأمر مش سهل وهيستغرق تقريبا 4 سنين، وفي الفترة دي بيتم التأهيل والإعداد الصحي والنفسي واجتياز اختبارات كتيرة لازم ينجح فيها. الفترة الجاية هيتم الترويج والإعلان عن الموضوع بشكل رسمي من خلال فتح التقديم للشباب، وبعدها بيتم إجراء الاختبارات اللازمة واختيار من يصلح للتأهيل، وبيتم التأهيل في مراكز متخصصة إما بتكون في أمريكا أو في روسيا. رئيس وكالة الفضاء المصرية محمد القوسي أشار إن المشروع ده بيحظى باهتمام شخصي من الرئيس السيسي، وأهم التكلفات هو تصنيع قمر صناعي مصري و
وتوطين تكنولوجيا صناعة الفضاء بمصر. وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة، نتمنى نكون ناقشنا الموضوع بشكل كامل، ونشوفكم على خير إن شاء الله. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.